هذا يسأل يقول رجل اعتمر ولم يقصر ولم يحلق رأسه، ويقول إن هذا ما هو بلازم، يقول إنه ما هو بلازم الحلق والتقصير. الحلق والتقصير للمعتمر نسك من مناسك العمرة، وهو واجب لا بد منه. تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله محلقين رؤوسكم ومقصرين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين. قالوا يا رسول الله والمقصرين؟ قال والمقصرين. في المرة الرابعة، الحلق أو التقصير في العمرة وفي الحج نسك لا بد منه، وهذا الجاهل يقول لا ما هو بلازم. نعم، هذا ما كمل عمرته، ما أكمل العمرة. نعم.